يسميه البعض بشهر الرزق وموسم البركة، نظرا لفرص العمل التي يخلقها لمن ينتظرونه من أبناء المخا من أجل تدبير احتياجاتهم المعيشية. يبيعون منتجات خاصة به ينتظرونها آخرون مثلهم ليشترونها، وبين البيع والشراء بهجة بسيطة يتقاسمها البسطاء في الشهر الكريم. رمضان يتوسع لنا أبواب الرزق، الناس يطلبوا الله، الرزق موجود. يبدأ الاستعداد لتجهيز الوجبات الرمضانية عند 3 عصرا، حيث يفضل عدد كبير من الصائمين شراء الأطعمة الرمضانية، تلك التي يعرضها الباعة مباشرة، حيث ارتبطت تلك الوجبات بشهر الصوم دون سواه. رمضان فتح لنا أبواب الخير، ونبيع السمبوسة والباقية واللحوح والطرمبة والبقلاوة من كل أشياء المأكولات. هنا يقف أحمد لمساعدة والده بجانب صندوقه الخشبي لبيع السمبوسة، فهو بالنسبة له موسما جيدا يترزق فيه من بيع هذه القطع الصغيرة. الحمد لله رمضان أجانا شهر كريم مبارك، لقيت توفر فيها الحاجات. يفتح شهر رمضان باب الرزق للجميع، فالعديد من فرص العمل تتوفر في هذا الشهر من خلال بيع المنتجات الرمضانية للصائمين. لقناة اليمن اليوم، فيصل حسان، المخا.